بس فكر انه بالمباراة رح تلاقي ياسمين بين الجمهور عم تشجعك. فاتح 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 باهر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمایا جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے باہر کس دی بريتو؟ ألو؟ بتعرفي إني رايحة أشوف جيبي اليوم؟ شو؟ عم ينهزم فاتح سينكفيرك اليوم بهالمباراة الخيرية. كان في أمل كتير كبير من معجبينه، بس يبدو إنه اليوم ما رح يكون غير خيبة أمل. ألو؟ ياسو؟ شفتي؟ أنا عن جد ضايقت عليه، إن شاء الله ما يصير له شيء. يصير له عادي. وليش عم تقولي لي هالشي؟ بالنهاية هي لعبة ملاكمة مو أكتر. معقول هيك عم تحكي؟ مو قلقانة عليه؟ معقول مانك قلقانة على فاتح؟ إيه بريتو، مو أنتي قلتي لي إنه مشي بحياته وأنا مشيت كمان، وأصلاً هو ما اهتم بحبي أبداً ولا شوي. ليش أنا لازم أهتم؟ ماني عم صدق. أنتي لساتك علقانة هون ياسو؟ ليش ما عم تفهمي؟ أنا ما بدي أفهم شي بنوب، رح أتأخر، بدي روح شوف جيبي هلأ. هلأ بس مسألة وقت، ما بعتقد فاتح سينكفيرك بيقدر يتحمل غضب جوردن ويتحمل لكماته أكثر من هيك لسه. هلأ هي مواجهة من طرف واحد بس وبشكل كامل، جوردن سيطر على فاتح فيلم بشكل كلي. لك هذا مو فاتح ياسمين؟ اي مرت خالي، ليش فاتح مجروح وعم ينضرب كل هالقد؟ ساتي كانت تقول انه هو ملاكم قوي، بس ليش هو ما عم يقاتل؟ مبين عليه مو مركز بالمباراة. أكيد هو ما رح يقدر يركز بعد ما شاف صورتي اللي نزلتها مع جيبي. طبيعي إنه يكون هلأ ضايع، هو ما رح يقدر يتحمل. أنا بعرف هو ما بيقدر يعيش بدوني، وبعرف إنه مشتاق لي كتير كمان. فاتح، حلمك كان دائماً إنك تقدر تربح الأولمبياد، يعني لتحقق حلمي إلي لازم إنه تنسى حلمك هاد، صح؟ أكيد، أنت حلمك كندا وحلمك هو حلمي. معناها عندي فكرة، بعد ما ننتقل على كندا فيك تكفي وتعمل مباريات وأنا رح كون هنيك عم شجعك. كيف؟ فاتح 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 فاتح، يلا فاتح، وهو جهمتان باهر ڈھونڈا ते मेरे अंदर कौन समाया जे मैं तैनु अंदर ढूंढा ते बाहर किस
يلا اختي سهري فوتوا لجوا. याद तेरी बस आंदी जावे पर तेरी कोई खबर न आवे दिल मेरा हुन डूबदा जावे बड़ा सताया तू तैनू हुन मेरी कदे याद आके तड़पांदी नहीं अखियां चो तेरी किते नींदर उड़ फुट जांदी नहीं आवे तू मुड़ के हुन मैं तकरा फरियादा नी राह विच जिंद बैठी इक लैके بالنسبة إلي ما في ولا شيء أهم من كندا نهائياً، لا أنت ولا حتى حبك. ماما عقبال المية. شفتي فاجأتكم كلكم. بنتي انتي ليش اجيتي؟ انا بس اجيت اتمنى لك عيد سعيد. يا ستي انا اشتقت لك كتير، كيفك؟ منيحة بنتي. تيجو؟ كيفك اختي؟ تيجو انا رايح شوف الكيك.
انت لسه متضايقه مني ما هيك؟ ما بدك تحكي معي؟ انا ميته بالنسبه الك، صح ولا نسيتي؟ لا عاد تورجيني وشك مره تانيه ابدا، لانك ميته بالنسبه الي وانا نفس الشيء. لا تيجو، قسمیں وعدے پیار وفا یہ سب سن کے ڈر لگتا ہے ہو کوئی بھی موسم دل کو اب بس پت جھڑ لگتا ہے میرے حال پہ کوئی آنکھ روئی نہ دل ات چل دا زور کوئی نہ كان مشواري طويل ماما وأنا تعبانة، خليني أطلع أرتاح وأرجع. من وين إجت هالبنت هلأ؟ أنا قلت لها ما تجي اليوم، بس هي البنت ما بتسمع، لازم أروح أعمل لها درس مرتب. روحي وقف لحظة يا ابني، لا تحكي يا طول ما فاتح وتيجوه هون، فهمان علي؟ ما حدا رح يسأل ياسمين عن أي شي ليروح وماشي؟ ما حدا يحكي شي إيه؟ بكفي. ما بعرف إذا هنن رح يبقوا لنقطع الكيك. إيه أخي، اسمعني، إمتى رح تبعت قالب الكيك؟ صار لنا زمان عم نستنى، طولت علينا. تيجو بس شوي، هو على الطريق. اسمعني، إذا ما بتوصل هلا أنا وقتها. مو مشكلة. أنا بعرف فاتح قديش صعبة عليك إنه شاميلي إجت هيك وفجأة لقيتها قدامك. هي صعبة كيف ما كان؟ لا، بالحقيقة إذا ضليت عم تواجه نفس الصعوبات بتصير المواجهة أسهل. وانت شفت اليوم، ما حكيت ولا كلمة واحدة ولا حسيت بشي. ركز وانت راقب حالك، وهاد إثبات إلك إنه صعوباتك عم تخف. هذا الشي صح، بس انت بتعرفي تيجو، أنا اليوم بصراحة أنا قصدي إنه لما شفت شاميلي ما حسيت بأي شي ولا حتى عصبت. أنا بس ما حسيت إني عم شوفها حتى. أول شي أنا فكرت إني رح أطلع عليها وعصب كتير، بس شو الهدف لحتى أحرق أعصابي وهي مو فارق معها أبدا. كتير حلو هالحكي، يعني شو قررت؟ عالبيت ولا لجوا؟ اللي شو حابب. وليش عالبيت؟ لازم نقطع الكيك، لأنه لازم نواجه هذا اليوم. تجربة واحدة تغيرت كتير. برافو تيجو، انت شطورة. وهلأ لازم رفيقي المفضل يبتسم. يلا يلا ابتسم، ليك مخباية. طالعة يلا. ساحرة. أزعر. 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 ساحرة. مرحبا، تفضل هذا الكيك، بس ما نكون تأخرنا عليكم. دلراج، هاد الكيك اللي بتحبه أمك بالأناناس. ايه نفس الكيك. يلا أمي قطعي بسرعة، يلا شطت ريالتي. اوعك تنقط لكان لحط لك ايدي. ابني قطعي الكيك. انتوا قطعوا الكيك. لا نحن كتير مبسوطين اليوم لانه انتوا معنا، لهيك قطعوا. امي بس يعني تعالوا يلا. لا بس قطعوا سوا لشوف. سيد وسيدة فيرك،
منو أمنية. يلا هي كرمال صداقتنا، منيح هيك؟ صح، بس هلا شي جديد أزعل. يلا ينرش. بس برافو، عقبال 100 سنة. خد ذوق من هي الأكلة. ليكي تيجو عطيني حلو كتير عبالي. قطعنا الكيك، منروح؟ لا، ليش انتو مستعجلين؟ أنا لسه هلأ اجيت، استنوا لحتى أشوفكن. أمي؟ فاتح روح، شو عم تعمل؟ ليكي تيجو عطيني حلو كتير عبالي. في شي موجود بحياتي أهم من حلمك ياسمين، صدقيني أنا أكيد رح أحقق لك حلمك. عن جد أنا بحبك من قلبي. إذا بدك تخلي صداقتنا لهيك بدي تزوجيني من ياسو. أنا بوعدك فاتح، أكيد رح خليك أنت وياسمين تتزوجوا، ورح ضل أدعي لسعادتكم. شو صار فاتح؟ ليه انت خايف؟ شو عم تخبي؟
ياسمين أنا خسرت شغلي، بس مو مشكلة رح لاقي شغل تاني. ياسمين بس اسمعيني ياسمين. فاتح، بعرف إنه زواجنا كان سوء تفاهم، بس هالشي ما بيعني إنك ما تتخطى ياسمين. ياسمين؟ مين ياسمين؟ أنا ما بعرف ولا ياسمين. أنا ما بعرف ولا ياسمين. شو بدك؟ فاتح، أنت ليش عم تتركني لحالي؟ فهمني، قلي. لأنه أنا مشيت بحياتي وتجاوزتك يا سو، وأنا كتير مبسوط بحياتي مع مرتي تيجو. فاتح، طيب شو مشاني ومشاننا نحن؟ نحن؟ نحن صرنا مجرد ذكريات من الماضي يلي أنت متذكرتيهم. لك يا ياسمين، عملي بس شغلة، كل هاي الذكريات مسكيهم وحطيهم بصندوق وقفلي عليهم منيح، لأنه بس أنت اللي متذكرتيهم. أنا نسيتهم من زمان. فاتح، شبك فاتح؟ أنت ليش عم تحكي يلا معي؟ يلا جاي فاتح، انسي فاتح الموضوع. فاتح، لا فاتح، ياسمين ساندو ما فيك تتركها بهي الطريقة أبداً، وأنا ما رحت ذكرياتنا بساندو وقفل عليها منيح. فاتح، أنت ماضي وقلبي وروحي كمان، ورح تكون مستقبلي بيوم من الأيام. بس ياسمين، بس هذا مو وقت البكي لحتى فوز برجوع فاتح. ما بيهمني إذا بدي أعمل أي شيء ولا أي شيء. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.